السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو دوت لكل مامي في البيت ابنها محيرها وتعبها ليل ونهار ماسك التليفون، او يزهق من التليفون يروح للبلاي ستيشن يروح للتلفزيون. النهاردة انا جايبة لكم 6 العاب كده يسلي بيها وقتك كده مع ابنك بدل ما يقضي وقت كله ايه قدام التلفزيون والموبايل وكده. الألعاب دي ألعاب ذكاء، بتحتاج تفكير، قوة ملاحظة وتركيز. كل يوم حتى اعملوا له ايه لو لعبة منهم، يعني مش لازم كلهم ايه مرة واحدة يعني في وقت واحد. وان شاء الله من وقت للتاني كده هنزل لكم ايه فيديو في شوية ألعاب زي كده. يعني نشوف كده اول لعبة مع بعض. ابنك هيروح دلوقتي عند الايه المربعات اللي هي ايه متظللة، مثلا هيمسك ده كده، ماشي، هاي يمشي كده ويتتبعه كده على نفس الخط كده، تمام، يمشي يمشي كده ويشوف كده هيوصله لايه، لانهي مربع من المربعات الفاضيه اهي، ماشي تمام كده اهي، وصل لغايه ايه هنا هيروح مظلله بنفس اللون، منظلله ايه يظلله بنفس الايه اللون، تمام كده ماشي. طيب ياخد مثلا ايه مربع تاني، ادي المربع الاخضر، ماشي، هيمشي برضو هيتتبعه كده، يمشي كده اهو بالقلم بتاعه، تمام كده اهو، لغاية ايه اهو لغاية ما يوصل لايه المربع بتاعه الفاضي عشان يظلله بنفس اللون اهي اهي، تمام كده. يبقى هو دوت اللي ايه بتاع ده، يروح مظلله ايه باللون الاخضر، تمام كده ماشي. اللعبة ايه سهلة مفيهاش اي حاجة صعبة. اللون الاحمر برضو هيمشي كده ايه 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 ايه، يمشي يمشي كده 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 ايه ماشي. يبقى دوت هيعمله باللون الايه الاحمر. نشوف اللعبة التانية اللي معانا. الشكل ده انت الاول كده في البيت ايه هتعملي ايه النقط دي كده، ماشي، هنا بنفس الطريقة. في الاخر بقى هتعملي ايه المربعات، شكل مربع مثلا هنا اهو، هيجي بقى في الشكل اللي هو قصادها كده على طول، ماشي، هيمسك كده الايه النقطة دي، النقطة دي كده اهي اهي هنا كده، بس هو ايه هيكون ماسك ايه قلم رصاص كده، نفس الايه اللي انا موصلاه كده او نفس الايه الاشكال اللي انت عاملاها هنا مثلا. نيجي للشكل اللي بعد كده، ماشي اهي، هيشوف كده الايه اللي هي النقط اللي قصاد ده كده على طول اهي، يبدا من دي كده اهي ماشي. احنا بالنسبه لنا نحس ان هي سهله، لكن لا، مع ابنك هتحتاج ايه تفكير وتحتاج ايه تركيز، ماشي. نيجي هنا للشكل اللي تحتيها هنا كده اهي، يبقى فين النقطة اللي قصادها اهي، ماشي، ينزل بقى كده يطلع كده نروح نكمل كده، طلع له نفس الايه الشكل ده، تمام كده. شوف اللعبة اللي بعدها هنا مثلا، انا مديله مثلا ايه نمبر 1 2 3 4، ماشي، نمبر 1 تحتي مربع، 2 مثلث، 3 مستطيل، هنا دائرة، ماشي، هيجي كده عند رقم 3 وهيشوف ايه الشكل اللي تحتها، الشكل اللي تحتها ايه مستطيل، هيجي كده هنا بايده كده، ماشي، طبعا المستطيل مش هيطلع بنفس الشكل اللي احنا الكبار بنطلعه، ماشي، هنا 4 ماشي هيعمل ايه سيركل دائرة، هنا نمبر 1 هيعمل ايه مربع، ماشي، وهكذا مع بقية الايه الاشكال. 5 مش هيلاقيها يبقى خلاص يسيبها، 2 يعمل ايه مثلث، وهكذا مع ايه بقية الارقام عشان ما اطولش عليكم ايه في الفيديو، ماشي. نيجي عند اللعبة اللي بعد كده، ماشي، هنا كده ماشي، هيشوف انهي دائرة محتاجة تتظلل في الشكل اللي قصادها، هيعد 1 2 3، الرابعة هي اللي هتتظلل، يجي كده قصادها في الشكل ده، هيعد 1 2 3 4، يبقى هي دي اللي قصادها اللي ايه محتاجة تتظلل كده اهو، ماشي. طيب هنا في واحدة تانية تتظلل، يبقى هيسيب 2 1 2 وهيظلل ايه دي،
انتي طبعا مش هتساعديه، هتسيبيه هو اللي ايه يفكر لوحده ويظلل ايه لوحده ويلاحظ ويفكر ايه لوحده. انا بشرح لك بس عشان تفهمي ايه نظام اللعبة ازاي معاه. هنا التانية يبقى هيظلل ايه التانية، هتلاقيه يقول لك دي لا دي لا، قولي له لا بص تاني ركز كمان شوية كده لغاية ما ايه يطلعها هو ايه يعرفها لوحده. ماشي، هنا دي متظللة يبقى خلاص مش هيظللها. هنا في اتنين ماشي، يبقى هيسيب اتنين كده ويظلل ايه دي. ماشي، وكل الالعاب دي في درجات منها ايه اصعب، يعني ايه بتكون بطريقة ايه يعني معقدة اكتر من كده، بس مع الايه السن الاكبر ايه من كده. دي الالعاب دي يعني تبدأي بيها من سن 5 سنين 6 سنين كده. ماشي، والله لو ابنك بقى ذكي جدا ماشي ممكن تناسبه لعبة الايه الارقام اللي هي زي دي كده ماشي، من ايه من 4 سنوات ايه يطلع ويعمل اشكال. ماشي، ايه هنا اللعبة بتاع اللي هو الشكل الاخير ده هيسيب اتنين من تحت ماشي، وهيظلل ايه التالتة دي. ماشي، وكمان اللعبة دي ميزتها ان هي تعلم الولد الايه الاتجاهات، يعني اليمين واليسار ماشي، واللي فوق واللي تحت هتعلمه. ماشي، نيجي بقى عند اللعبة اللي بعد كده. هنكتب له شوية ايه حروف، اي حروف انت ممكن تغيرها عادي، ممكن تكتبي ايه بي سي دي. ماشي، انا اخترت الايه الحروف دي كده، حرف الام تحتيه اللون الايه الازرق، حرف الدي لون اسود، حرف الاو لون اللي هو البامبا، السي احمر، الدبليو اخضر. ماشي، هو هيجي بقى ماشي عند حرف السي لون ايه مثلا لون احمر. ماشي، هيجي هنا كده ويعمل ايه لون احمر. طب حرف الدبليو لون ايه ازرق. ماشي، يبقى هيعمل ايه سيركل دائرة بلون ايه ازرق. حرف الدي لون اسود، لون ايه اسود. حرف الدي لونها ايه اسود، هيعمل ايه لون ايه اسود. ماشي، وهكذا. مثلا لو ما لقاش الان الان مش موجوده يبقى خلاص ايه هيسيبها. ماشي، حرف الاتش مش موجود يبقى خلاص هيسيبه. الام هيعمل لون تحتيه لون ايه ازرق، وهكذا. حرف الدبليو اهو هيظلل تحتيه لون ايه اخضر. تمام. طيب نيجي عند اللعبه الاخيره دي. ماشي، الوان بس اللون ده حواليه دائره، اللون ده حواليه مثلث. ماشي، اللون البرتقاني دوت حواليه مربع. هنا برضو الالوان دي اللي تحت، يعني مثلا احنا الاورنج ده ماشي كان حواليه ايه مربع، يبقى ايه هيعمل حوالين كل الايه اللون البرتقاني ماشي يعمل ايه مربع. هنا كده هيعمل ايه مربع. ماشي، مثلا اللون دوت ماشي هيروح يعمل ايه مستطيل، هيعمل ايه مستطيل كده. ماشي، طيب اللون الاحمر حواليه ايه مستطيل برضو. ماشي، بس مستطيل ايه الطول لتحت. تمام، طيب هنا مثلا اللون ده الموف هيعمل ايه مثلث. تمام كده، يا رب تكون الالعاب واضحة يعني ومفهومة، ويا رب ما اكونش طولت عليكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.